طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نروح على الرحمن وضف الله. بنحاول نعرف تاريخ مدرسة العلوم الرياضية مع بروفيسور محمد الأمين التوم، عميد كلية جاردن سيتي. بروف مرحب بك. بس بدنا نعرف التاريخ بتاع كلية العلوم، مدرسة العلوم الرياضية، كيف الإنشاء والحضور؟ التاريخ بداية يرجع إلى أكثر من 40 سنة لورا، ولا أذكر اليوم تحديدا، لكن أذكر الشهر في ديسمبر سنة 69، وأنا كنت حديث العهد بجامعة الخرطوم، قبل حاضر جامعة الخرطوم ذلك الوقت. كنت تقدمت بطلب لمدير جامعة الخرطوم آنذاك، وهو المرحوم بسر عمر محمد عثمان، اقترح على الجامعة في ذلك الطلب أن تجمع أقسام الرياضيات في الجامعة، وكانت هي أساسا في قسم في كلية العلوم للقسم الأقدم، وقسم في الرياضيات في كلية الهندسة، وقسم ليس بمعنى ديبارتمنت، ولكن هو كان سكشن، يسموه سكشن، جزء من قسم في كلية التربية. المهم هي دي الأقسام اللي كانوا بيتواجدوا فيها المتخصصين في الرياضيات في ذلك الوقت. وفي سنة 69 وحتى 70 يعني شاءت الصدف أنه ما يكون في سودان غير يعني. فالوضع ما كان مقبول بالنسبة لي، وبعدين أنا كنت متوقع أنه هيكون في زملاء هيجوا في خلال سنتين القادمتين، وفعلا يبتدوا افتكر في سنة 70 أو 70 يبتدوا واحد واحد اثنين ثلاثة شوية شوية. فكان رؤيتي أنه لازم نحن نكون مع بعض، لأنه نحن فصيل، يعني بيقول سبيشيز، فصيل صغير جدا ويدوب نامي، فما ممكن نكون موزعين مغزعين بالطريقة دي، دارين نقعد مع بعض عشان نتكلم عن الرياضيات ومستقبلها، مش في الجامعة الخرطوم بس، لكن على مستوى البلد. وكنا بنعتبر، وكنت بعتبر، أنه نحن حنكون الناس المسؤولين عن رعاية الرياضيات في السودان. وكان الطلب بيتضمن إحصاءات تبرهن على أنه لو الناس الموجودين في الأقسام تجمعت بيكون فوائد اقتصادية للجامعة. مثلا بدل أنا أدرس معادلات تفاضلية في الهندسة، وزميل آخر يدرس معادلات تفاضلية بنفس المستوى في كلية العلوم، والأعداد للطلاب كانت بسيطة، كان ممكن ندمجهم ويكون في محاضرة واحدة للاثنين مع بعض. فمنطق من هذا القبيل، وبإضافة إلى ضرورة أنه الرياضيات علم حديث السن نقوله في البلد، فمحتاجين أن الناس تقعد مع بعض وتشجع بعض وتتفاكر حول بعض بصورة مستمرة. وده كان المنطق، ووافق السيد المدير آنذاك على الطلب ده، وكون لجنة برئاسة عميد كلية العلوم في ذلك الوقت البروفيسور علي محمد خير، وعضوية عميد كلية الهندسة وآخرين، لتنظر في إنشاء المدرسة. وفعلا توصلت اللجنة إلى أنها صاغت دولية وتضمنت نظام أساسي للمدرسة، وسميناها مدرسة في الوقت ذاك لأنه الجامعة أساسا زي ما نقول سيادة العارف أن الوحدة الأساسية فيها هي القسم، وعدد من الأقسام بيكون كلية، والكليات بيكون الجامعة، ده من ناحية البنية بتاعتها. فنحن ما بنقدر نسميها قسم، لأن المدرسة هي عدد من الأقسام، هي أكبر من قسم، وفي ذات الوقت هي أقل من كلية. فالحاجة في النص كده كان نسميها قلنا مدرسة، اسم محترم يعني. وبرضو كان فيها جانب سياسي، سياسي بمعنى السياسي بتاعت الجامعة،
انه نحن ما دارين نقول طوارئ سموها كليه لانه حيشبه لنا في حاليا زي ما نقول بتاع يقول لك يا اخي عندي كليه كلكم ثلاثه اربع امتار. كان في ناس اجانب في الاقسام دي كلها. فكيف تعمل كليه؟ ما ممكن. انتوا قدر كليه الهندسه، انتوا قدر كليه والجانب السياسي هنا بقصده انه نحن ما دارين الناس ينازعونا من الاول، نقوم بدايه بتاع المنازعات. وبرضه كان لاحظنا او خلينا في بالنا او خليت في بالي في الحقيقه الطلب انه انا مش عارف بانه كليه الهندسه في ذلك الوقت كانت ضد الاقتراح، وكذلك كليه العلوم، لانه بيفتكروا انه حيفقدوا جزء اصيل من كلياتهم. فانت عاوز تغريهم. فالحكايه انه انا دار لي حاجه مستقله ولم عدا ولم عدا. فعشان ما في واحد فيهم يزعل. ففي الاخر المساله مشت ونجحت، والناس يعني راوا انه ده راح مقبول ومفيد بالنسبه للجامعه. وقد كان، لكن ده كله كان على الورق. لانه التنفيذ توقف في ذلك الوقت، توقف تحديد في 71، لانه كان في محاوله انقلاب 71 وإثر محاوله الانقلاب وما ترتب عليها. كان مدير الجامعه اذهب من منصبه، وحصل عدد من الاساتذه كان برضو فصل من الجامعه، وانا كنت من بينه. ورحلت مشيت بريطانيا 71، والحكاية وقفت عند ذلك الحد. وعدت إلى البلد في عام 76 وأثرت الموضوع مع عميد مدير الجامعة في ذلك الوقت البروفيسور عبد الله السلام، ووجدته متحمسا للموضوع ومتفهما له، فبعث من جديد. ولكن أيضا ابتدت تكون اللجان وإلى آخره، وكنا سعداء جدا. نحن عددنا كان كبير في ذاك السودانيين العلماء الرياضيات، وبدينا سنة 80. وكان أول كان المدرسة الرئيس بتاعه سموه مدير، يعني ولا هو رئيس قسم ولا عميد، مدير المدرسة. كان أول مدير لها زميلنا وصديقنا البروفيسور عبد الغيوم. وهذه هي بداية المدرسة. شكرا جزيلا يا بروف، شكرا جزيلا.